في إطار ملاحظتنا للانتخابات الرئاسية 2024 كنا قد قمنا بملاحظة فترة تقديم الترشحات وفترة النزاع الانتخابي، وكنا قد نشرنا سابقا 5 ملاحظين معتمدين من قبل الهيئة لملاحظة مسار المترشحين، كذلك قمنا بنشر 5 ملاحظين آخرين لملاحظة النزاع الانتخابي لدى أنظار المحكمة الإدارية بتونس. وقد قمنا أيضا في إطار مشروع آخر بملاحظة يوم الانتخابات وسير يوم الاقتراع، فقد رصدنا 730 ملاحظ وملاحظة، منهم 690 ملاحظ وملاحظة في كافة أنحاء البلاد التونسية و40 منسقا جهويا. وكانت نسبة الإقبال حسب مرصد شاهد بلغت في حدود 28% من مجموع الناخبين. وقد لاحظ أيضا مرصد شاهد عزوف من قبل الشباب وإقبال كبير من قبل كبار السن. وقد بلغت نسبة الإقبال حسب مرصد شاهد 28%. وقد كانت أيضا نسبة إقبال الشباب أو عزوف كبير من الشباب وإقبال كبير من قبل فئة كبار السن. وقد لاحظ مرصد شاهد بعض الخروقات فيما يتعلق بمخالفة ممثلي المترشحين للصمت الانتخابي والقيام ببعض الحملات الانتخابية يوم الاقتراع. أما فيما يخص التوصيات فقد قدم مرصد شاهد عديد التوصيات فيما يخص تتبع كل من قام بمخالفات، كذلك مزيد النظر في تطبيق صبر الآراء وضرورة أيضا إطلاع أو تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بدور المجتمع المدني في الملاحظة.